شكلت هذه المباحثات التي جمعت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح مع المدير العام لعمليات البنك الدولي إكسل فان ترونسربورغ ونائب رئيس البنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، شكلت فرصة لتسليط الضوء على الأوراش الإصلاحية التي تعرفها المملكة، ولا سيما تلك المتعلقة بتسريع التنمية الاقتصادية والبشرية وتطوير القطاع الخاص والانتقال المناخي. التعاون كيهم مجالات عديدة ومهمة، أهمها هو الرأس المال البشري وكذلك التهيئة ديال البنية التحتية في المدن وجميع النواحي المغربية، وكذلك دعم للقطاع الخاص خصوصا ونحن نبشر بالقانون الإطار للاستثمار. ففي هذه السنة هذا التعاون بلغ واحد الرقم قياسي ديال 1,800,000,000 ديال الدولار اللي كتهم قطاعات متعددة في مجالات هيكلية من أجل تنمية المجتمع والاقتصاد في المملكة. من جهتهما أعرب مسؤول البنك الدولي عن ارتياحهما لجودة وتميز مشاريع التعاون بين مجموعة البنك الدولي والمغرب واستعداد المؤسسة الدولية لمواصلة وتعزيز دعمها لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. علاقاتنا جيدة مع المغرب، وفي السنوات الثلاث الأخيرة طورنا برنامجا مهما بقيمة 5 مليارات دولار، وكبنا البلد في فترة عصيبة، وكما تعلمون واجه العالم أزمات متعددة منها أزمة كورونا وتداعيات الحرب الأوكرانية. البنك الدولي على استعداد لمواصلة وتعزيز دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. شراكة استراتيجية تجمع البنك الدولي والمغرب من خلال جهود هذه المؤسسة في دعم ومواكبة مشاريع التنمية والتحديث في المغرب، وبعد حوالي نصف قرن ستنعقد في إفريقيا من خلال المغرب الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المزمع تنظيمها في مدينة مراكش هذه السنة.